كابتن حسام حسن يا برنس جاب الخلاصة ايه هي بقى؟ بيقول لك يا برنس منظر فرق الدوري المصري دي كلها كده مش عجباني، وعدد الفرق الدوري المصري دولت كتيره قوي، احنا كده اساسا ولا هنعرف نلعب دوري منتظم زي بقيه الناس وزي بقيه خلق الله غير لما يحصل حل جذري، غير لما يحصل تفور الدوري ده، تجيب عليها وطيها، تجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق، اللي هو ايه؟ قال لك احنا كيك اسامه يعني الموسم ملحوم في الموسم، يعني انت ما بتلحقش يعني الانديه ما بتلحقش تاخد فواصل، يعني اللعيبه تاخد اجازه ما بتلحقش، الموسم في ظهر الموسم كده ماشي. قال لك يا باشا الحل اللي احنا نقلل عدد المباريات. طب هنقلل عدد المباريات ازاي؟ انا هقول لك ازاي، ان هم ينزلوا يعني كام فرقه الى الدرجه الثانيه. يلا يا باشا، يلا يا باشا انزلوا بقى، هي مش ناقصه بقى، هي مش ناقصه. فقال لك ان هم بيفكروا ان هم ممكن يخلوا الدوري المصري 12 فرقه، 12 فرقه، انت متخيل بقى 12 فرقه؟ يعني في ست فرق هينزلوا درجه تانية، سته، عشان تعرف تلعب دوري منتظم ويكون عندك عدد مباريات اقل، وتعرف تظبط الدوري بتاعك، وتعرف تلعب دوري زي بقيه الناس. هو ده الحل، هو ده الحل دلوقتي. انت في وسط يعني في وسط بطولات بتطلع لك كده من تحت الارض، في وسط حاجات بتجي لك كده، انت كاتحاد مصري انت بتتفاجئ، اوكي كاس الاتحاد المصري بتاعنا ماشي بالعافيه، انت متخيل هو بيطلع له بطولات كده بتلخبط له الجدول، بتشقلب الجدول بتاعنا ماشي. فانت بتتكلم ان الحل ده اللي كابتن حسام حسن اتكلم مع الاتحاد الكوره ومع لجنه ومع رابطه الانديه وكل الكلام ده كله مع الناس اللي هم بيفكروا ان هم يقللوا عدد فرق الدوري المصري، يقللوا عدد فرق الدوري المصري. فانت كده لما تقلل عدد فرق الدوري المصري فانت هتلعب عدد مباريات اقل، يعني بدل ما تلعب 34 اسبوع، ما انا مش عارف هنحسبها ازاي دي، قول هتلعب مثلا حاجه 20 اسبوع، يعني في فرق، في فرق شهور، في فرق شهور، فهتعرف تلعب على ملاعب قليله، هتعرف تنظم، تعرف تلعب ماتش كل اسبوع زي بقيه الناس بقى، لغايه اما نبدا نفوق ونطلع من الفجوه الزمنيه دي، نبدا بقى نظبط نزود عدد الفرق. ما هو ده الحل، او تلعب دوري من مجموعتين، ودي يعني وده استبعده طبعا، يعني ده استبعده ان الشركات الراعيه والناس دي كلها تقول لك لا يا باشا انا عاوز مثلا ايه، لو حطوا الاهلي في مجموعه والزمالك في مجموعه يقول لك لا يا باشا انا عاوز الاهلي والزمالك يلعبوا في نفس الدوري، ده من الاهلي يقول لك لا، يقول لك كده القصه اللي هيقف في النقطه دي الشركات الراعيه. فهدينا هنشوف، ادينا هنشوف كابتن حسام حسن وتخطيطه لحل الكره المصريه، ان الموضوع لازم لازم حرفيا الحل ده يحصل، ان الدوري كده ملخبط. انت متخيل اساسا الدوري ده، الدوري احنا فيه ده ممكن يخلص في تسعه، في تسعه يكون الناس اساسا بدات الدوري الجديد اللي هو مش ده، لا ده الدوري بتاع سنه 2025 بقى، واحنا لسه هنبدا، ده قصدي احنا لسه هنخلص 2024، فاحنا في سنه عندنا متلخبطه، في سنه مش موجوده. فربنا يستر علينا، وعاوز رايك في التعليقات على الموضوع او الحل اللي قاله كابتن حسام حسن دوت يا برنس.